السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا شباب وصلتني صورة مسربة لتحديات الأسبوع السادس والصورة قدامكم. أول تحدي إنك تدمج خصمك على الراس، يعني هيد شوت 500 دمج، تدمج خصمك على الراس فقط 500 دمج. التحدي الثاني إنك تجمع موارد 3000 موارد، طبعا ممكن تجمع 1000 خشب 1000 طوب أو 1000 حديد. تقدر تجمع 3000 خشب، كيف؟ أنت ما تقدر تحمل معاك إلا 1000. المفروض انك تنزل على ويلينج وود محل ما حددت بالخريطه وتجمع 1000 وترميهم على الارض وتجمع كمان 1000 وترميهم وتجمع كمان 1000، هيك انت جمعت 3000. تمام، هذا اسهل طريقه عشان تخلص التحدي. وروح للتحدي الثالث انك تبحث عن النجمه، بس للاسف النجمه ما حد يعرف مكانها لحد الان، من هون ليوم الخميس ان شاء الله يبين معانا وين مكان النجمه، وراح انزل لكم مقطع ثاني. التحدي الرابع انك تفتح 7 صناديق بلونلي، هذه هي لونلي شباب، افتح فيها 7 صناديق. ونروح للتحدي الخامس واصعب تحدي اللي هو كومبليت تايم تريلز. طبعا شباب هو لازم بالسياره تكمل اللفه او السباق، تيجي لهذا المكان المحدده وتركب السياره وتروح عند نقطه البدايه. طبعا نقطه البدايه بيكون زي تايم مؤقت، بوريكم اياها. هذه نقطه البدايه شباب، زي ما تشوف الساعه اللي عندك بتوقف عند خط البدايه، لما توقف على خط البدايه راح يصير عندك الثواني تعد زي ما تشوف على الساعة اللي قدامكم، الثواني قاعدة بتعد، خلها تعد. لما توقف أو لما تصير صفر راح تبلش السباق عندك، ولازم تلف لفة كاملة. شوفوا كيف، ولما تمشي بيطلع لك دوائر مثل أي سباق، بتتذكر سباقات جراند مثل نفس الشيء، لازم تلف لفة كاملة، تنحسب لك لفة واحدة. طبعا التحدي مطلوب منك انك تلف 5 لفات، وانا اشوفه شيء كثير 5 لفات، لانه طريق طويل مش صغير. فاتوقع انه الشركة من هون ليوم الخميس انها تقلل التحدي، ممكن تسويه 3 لفات او لفتين، لانه جد 5 لفات كثير. المهم كمل اللفة كاملة عند خط البداية وهيك بتخلص اول لفة. زي ما تشوف لما تقطع خط النهاية بيطلع لك الوقت كم استغرقت وقت، لما لفيت اللفة الهودة انا استغرقت 1:40. وهيك بكون خلصت لفة كاملة. طبعا زي ما قلت لكم التحدي طالب 5، لكن 5 كثير، لانه 5 لفات والطريق مش صغير، يعني الطريق طويل. هذا هو المكان شباب، تعالوا هون يوم الخميس راح تقدر تخلص التحدي الخامس. وروح للتحدي السادس انك تفنش 2 بميني جان او اللايت ماشين جان، هذا هم الاسلحة شباب اللي تشوفوها قدامكم، لازم تفنش فيهم 2 بتخلص التحدي السادس. والتحدي السابع والاخير هو اصعب تحدي بالنسبة للناس، انك تذبح 3 بتلتد. هذه تلتت شباب، تذبح فيها 3 وبس شباب. هيك بكون خلصت كل التحديات، اذا في تحدي ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات. وهسه شباب راح اترككم مع مقطع سكواد، ويلا مشاهده ممتعه.